السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم من قناة أبو محمود الصهاجي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ورجعت لكم بعرض الممنوعات، عرض الفواخر. ربنا يبارك لصاحب النصيب ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. معانا جاموسة تاني ولد يا جماعة، وعلى مواليد، على مواليد، ربنا يبارك لصاحب النصيب. النهاردة التاريخ 21/9/2024 الموافق يوم السبت، ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. الجاموسة يا جماعة على مواليد، يعني قدامها 10-15 يوم زي ما انت شايف. دبابة بالصلاة على النبي، حاجة نظيفة. وتاني ولد يا جماعة، العرض ده موجود في محافظة الصهاج، مركز المنشاة، موجود في البلد عندنا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. رقم التلفون للتواصل 011-51-50-44-80. اللي عاوز يشوف العرض موجود جنبي عند واحد جاري يا جماعة، الشاب على موليد ما شاء الله، ربنا يبارك. يا دوبك ابتدت الدور، يعني نقدر نقوله ايه، 10 أشهر الا، تمام. وزي ما انت شايف يا جماعة، حاجة نظيفة، والشاسين نظيف، والفتحة والعظميات ما فيهاش غلطة بالصلاة على النبي وعلى مواليد. زي ما قلنا لحضراتكم، العرض ده موجود في محافظة الصهاج، مركز المنشاة عندنا في البلد يا جماعة، بالتحديد في روافع العسوية يا جماعة في البلد عندنا، تمام. يعني اللي يجي عاوز الجاموسة أوديه لحد البيت ويتفرج عليها بالصلاة على النبي. دوبك الجاموسة ما شاء الله ضار، يعني قدامها حوالي 20 يوم وتولد، ربنا يبارك لصاحب النصيب. طيب أبو محمود، السعر طالب صاحبها يا جماعة 69 و500، مطلوب فيها 69 و500. بسم الله ما شاء الله، حاجة زينة، حاجة نظيفة، وشبتاني ولد على مواليد يا جماعة، حاجة نظيفة، العظميات نضاف، الدوش نظيف، الحوافر نظيفة، القرن ما شاء الله، العمة بتاعتها شابة نظيفة بيضة. بسم الله ما شاء الله، لسه المستقبل قدامها، تاني ولد اللي في بطنها ده اللي قربت تولده إن شاء الله. والسعر زي ما قلنا لحضراتكم 69 و500، موجودة عندنا في البلد يا جماعة، وربنا يبارك لصاحب النصيب. رقم التليفون للتواصل 011-51-50-44-80. العنوان محافظة الصهاج، مركز المنشاة، وربنا يبارك لصاحب النصيب. بعد العرض ده ان شاء الله عندنا عرض للمعلم ايمن، غنم عشاير، ربنا يبارك ان شاء الله رب العالمين، حاجة نظيفة زي ما انتم شايفين، الشابة ما فيهاش غلطة بسم الله ما شاء الله. العظميات والضر ما شاء الله، والعمة ورجليها ما فيهاش غلطة. وزي ما احنا تعودنا مع حضراتكم، اللي يجي يستلم على كده يمشيها ويشوفها، وعاوز يعس برضو عس، بس الشابة زي ما انتم شايفين ابتدت الضر، ربنا يبارك لصاحب النصيب، للبائع وللمشتري، حاجة نظيفة بسم الله ما شاء الله. آخر مرة مطلوب فيها 69 و500 يا جماعة، 69 و500. العنوان محافظة الصهاج، مركز المنشاء، بالتحديد العرض ده موجود في روافع العسوية عند واحد جاري، وربنا يبارك لصاحب النصيب، ما فيهاش غلطة زي ما انت شايف حضرتك، شبتاني ولد، شبة بيضة بالصلاة على النبي، حاجة نظيفة. بس هو طبعا اللي خارب الدين الضي بالنسبة للتصوير، لكن هي أحسن من كده بكثير، والكاميرا ظلماها ويعلم ربنا، حاجة بالصلاة على النبي، حاجة نظيفة، الحلبات نضاف ما شاء الله، ضر بالصلاة على النبي، لسه طبعا ما فيهاش غلطة، شابة لسه، تاني ولد ما شاء الله، زي ما انت شايف بسم الله ما شاء الله. وربنا يبارك لصاحب النصيب يا رب، ويبارك للبائع وللمشتري، وان شاء الله كل يوم عندنا عروض جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.